بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ هذا البرنامج، برنامج الدرايفر ايدنتيفاير لإيجاد تعريفات الحاسوب، التعريفات الغير محدثة ولا الغير معرفة أصلا. برنامج مجاني وخفيف ظريف، أحد البرامج المهمة الذي يستحق المعاناة في البحث عن تعريف معين بواسطتها. أول شيء نبدأ مع البرنامج. عندما ننقل على البرنامج درايفر ايدنتيفاير، حط لكم الرابط متاعه في صندوق الوصف. نعمل عملية سكان ناو، ننقر على زر سكان ناو، فيبحث في الشبكة العنكبوتية عن التعريفات الموجودة في الحاسوب. شو وضعها؟ هل تستحق لتحديث؟ هل ماذا تستحق يعني؟ شو وضعها بالضبط؟ وأثناء ما هو يبحث، احنا نمشي لل الديفايس مانجر. ديفايس مانجر ننظره في محتواه، نلاحظ بعض التعريفات عليها علامة تعجب زي البي سي اي سمبل كوميونيكيشن كنترولر، تعريف المودم. اوكي، نرجع للبرنامج نتاعنا نشوف شن طرأ عليه. اللي طرأ عليه ان اعطانا مواصفات، اعطانا مواصفات ما شاء الله تبارك الله. اول شيء بي سي اي سمبل كوميونيكيشن كنترول اعطانا يستحق التعريف، موجود تعريف، تفضل يعني تفضل تنزل اتصالات مودم بي سي اي سمبل كوميونيكيشن كنترولر اللي كان عليه علامة تعجب في الديفايس مانجر. ظهر قال طلب تنزيل، نزلوه، حجمه بسيط، والبلوتوث قال تمام، امور تمام. الديسبلاي هذا تعريف كرت الشاشة، مهم جدا في سرعة الجهاز وأدائه والمونتاج وغيره والألعاب، مستحق ضروري تعريف كرت الشاشة. سمى لنا AMD Radeon HD 5500 سيريس، طبعا هذه سلسلة، وقال تحديث، بيعتبر أصلا متعرف، أعطاني تاريخ التحديث وأعطاني الفيرجن بتاع التحديث، قال تفضل كم بتنزل أنقر على أبديت، وأعطاني مزايا أخرى عديدة، كل شيء تمام يعني يساعدك على الاختيار. والميديا طبعا عندك كانت ال AMD هاي ديفينشن اوديو، هذا تبع كرت الساتلايت في عباره في اتش دي، في الاتش دي باش يكون في صوت، مخرج الاتش دي بتاع كرت الساتلايت، كرت الشاشه باش يبدا في صوت، لازم يتعرف زين، هذا التحديث مطلوب جدا في مخرج الاتش دي نتاع كرت الشاشه. وعندك عطاك هنا ريتلك هاي ديفينشن اوديو، تعريف كرت الصوت المدمج مع اللوحه الام، قالك تفضل هاو كان بتنزله وعطاك الإصدار نتاعه ما شاء الله حديث 13/7/2021، قال تفضل كان بتحدث انقر على تحديث، يعني برنامج مجاني ومتيع. عندك هنا الدي لينك هذا وايرلس فلاش نتاع الواي فاي، قال تفضل عطاك. عندنا تعريف كرت الساتلايت تكنيكال دي في بي بي سي بي سي تي في ستار بي سي اي تكنيكال ديجيتال، هذا اعطاني الإصدار نتاعه، طبعا إصدار قديم ما تحدثش، ونفس السنة الآخر تحديث ليه 28/4/2010 جود، قالك جيد لا بأس به يمشي حاله، قصدي في المعلومات هذه كويسة عموما يعني. وعندك هذا بلوتوث، بعض قسم من أقسام التعريف بلوتوث جزء منه، هذا قالك تفضل كان بتحدثه. خلاص احنا لو افترضنا ان بننقله على الاي تي على الكرت الشاشة اللي هو اي تي اي ام دي ريدون HD 5، نقرأ عليه update، فيقودنا إلى صفحة التالية. ركزوا معايا، فيقودنا إلى صفحة التالية. صفحة التالية نسقط إلى أسفل، فنلاحظ هناك جدول من التعريفات. شركة أسوس مطلعة مجموعة، وشركة لينوفو مطلعة ومجموعة، والآسر مطلعة مجموعة على نفس الكرت طبعا، فهناك HP مطلعة مجموعة، فهناك توافقية، والإنتل مطلعة مجموعة، وهناك أدر مش معروف في الشركة شن هي. فإحنا عادة نختار في بالنسبة للإتش بي، نختار في الحاجة اللي أول وحدات فيه عندنا الإس بي، الإتش بي دي ما بداية هذا تلقاها إس بي، تلقاها كملف إكزي جاهز ريدي، هذا بالنسبة للإتش بي كان المذر بورد بتاعي إتش بي، وكان المذر بورد بتاعي جنرال، نختار في أول وحدة اللي حتى كان أسوس ما تقدر كومباتيبل وذ الاي تي اسمها جيجا بايت على سبيل المثال، متوافق مع الجيجا بايت، نختار في هذا وخلاص، نتوكل على الله، نقرا على الداونلود. هذه الشاشه اللي تجي طبعا دولا كلوز، وركزوا معايا في هذه الشاشه الثالثه،
هناك زر اسمه داونلود، هذا هو بيت القصيد، نقر عليه. بعد ما اخترنا التعريف لنبوه نقر على الداونلود، داونلود، فيقودنا الى ماذا؟ يقودنا الى اثنان من اللينكات. نختار الاول لان فيه المانيفاكتشر سيرفر، او الثاني اللي هو الدرايفر ايدنتيفر سيرفر، نختار طبعا المصنع افضل. وهي يسحق موضوع التجربه، ندخل على السيرفر. اعطانا هو 200 واعطانا 246 ميجا، هذا جاهز التنزيل، توكل على الله فنزله، والتجربه حميده ان شاء الله، وميزه كويسه. شكرا لكم على استماعكم، ونلتقي في موضوع اخر، في حفظ الله.